مساء الخير اعزائي المشاهدين مساء الهنا والسعاده اهلا وسهلا بيكم حلقه جديده من برنامج سكين شوت قبل ما ابدا برنامجنا النهارده احب اهني كل ام مصريه واقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام ونتمنى دايما ربنا يحفظ امهات مصر كلها ويحفظ امهاتنا وامي ونرجع لموضوع برنامجنا كما عودتكم برنامج سكرين شوت انه دايما بيسلط الضوء على ما هو يشغل الشارع المصري فطبعا في هذه الايام طرات عليه موضوعات عديده جدا واهمها موضوع التحرش وموضوع الكمبيوتر والشاشه الكمبيوتر السوداء وعده موضوعات عديده جدا هنتناولها في هذا الموضوع في هذه الحلقه ولكن عشان نتكلم على هذه الموضوعات لابد يكون معانا شخصيات لها قيمه وقامه في المجتمع وفي موضوع في هذه الموضوعات بالذات معانا النهارده الدكتور فرج الخلفاوي دكتوراه في القانون اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم شرفتنا ومعانا المهندس محمود فرج اهلا وسهلا بحضرتك خبير بحضرك. البيانات والمعلومات العامه آه النهارده بيشرفني وجود حضراتكم في البرنامج سكرين شوت ولينا العديد من الاسئله والموضوعات اللي الراي العام آه اهم موضوع في هذه الايام منتشر جدا ويعني عامل ضجه جامده قوي هو موضوع التحرش تمام فانا عايزه اسال حضرتك بس ايه هو التحرش من وجهه نظر القانون؟ تمام ونتكلم بقى بعد كده يعني ايه عقوبته؟ بس اهم حاجه أعرف من وجهه نظر القانون تمام اتفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك اولا شكراً على الاستضافه وثانيا ظاهره التحرش ظاهره عالميه لا تقتصر على مجتمع بعينه ولا سواء كان متدين او غير متدين التحرش ده بيتم في الدول المتقدمه أقصى درجة تقدم وبيتم في الدول الدينية البحتة. تمام. يعني احنا بنشوف دول دينية جدا حتى لو ما ظهرش ده على السطح وما بس بيبقى عندهم الظاهرة. الظاهرة طبعا كان كان من ما نسمعش عنها وما من ناخدهاش في بالنا قوي. لإلا بعد السوشيال ميديا والتكنولوجيا بدأت تسلط لنا الضوء على كل تصرف بني آدم. سواء بتصور عن طريق السوشيال ميديا او سواء بتصور عن طريق الكاميرات اللي دلوقتي بقت في اغلب الشوارع وفي اغلب المحلات فبالتالي حست ان الظاهره حسينا ان الظاهره ظاهره فادحه يعني بس يعني بانت خطرتها وبانت مساوئها وطبعا نتيجه تداول الفيديوهات احنا ممكن نشوف الجريمه من خمسين الف زاويه وممكن نشوفها على خمسين الف موبايل بتاع بني ادم فبالتالي انتشارها اصبح سريع جدا ومسلط عليه الضوء تمام. فاصبحنا في خطوره تامه من الظاهره الظاهره دي زي ما احنا قلنا هي ظاهره عالميه اه ولكن احنا كشعب مصري متدين احيانا مفترض ان احنا ما يكونش عندنا الظاهره دي لان شعب عربي مسلم فمفترض عندنا عندنا عادات وتقاليد بتحترم عندنا تربيه عندها تنشئه دينيه فبالتالي احنا فوجئنا ان الظاهره خدت منحدر غريب متشرة. وخطير تمام. واصبح ان مش مقتصره على سن الشاب الصغير بالزبط. ولا حتى منتصف العمر ده احنا بنشوفها من ناس بتوصل 60 و سنه <applause> اللي هو خلاص يعني المفترض ان هو بيبقى اكثر اتزانا واكثر حرصا ان هو ما يرتكبش الفعل ده لان اما عنده بنت يا اما عنده اخت يا اما عنده زوجة فبالتالي انا برجح ان الظاهره دي اتعمل عليها يعني ضجه كبيره بدءا من استخدام السوشيال ميديا السوشيال ميديا يعني أولاً من من ضمن اسبابها يعني من ضمن اسبابها أوه. الخطيره ليه؟ أوه. لان هي اصبح المتلقي المراهق الشخص المراهق العادي المتلقي يقدر يطلع على فيديوهات احنا ما كناش بنشوفها واحنا عصرنا، يعني احنا مثلا احنا كنا في المدرسه ما كانش عندي سوشيال ميديا، أوه. ما كانش عندي كمبيوتر، فبالتالي انا كان علمي ورؤيتي محدوده للافعال دي، أوه. فبالتالي دلوقتي اصبح الطفل اللي عنده خمس سنين بيز... والام بتسيب له التليفون عشان يتحرك فعل. عليه ويجيب فيديوهات حتى لو هي بتجيب له فيديوهات كرتون او فيديوهات تعليميه ممكن ما هو بيقلب اه أصد. بدون قصد بدون قصد او تلقائيه يلاقي إيه طب خلينا نرجع هو ايه التحرش اه هو التحرش ده عرفه القانون المصري بايه بحاجه بسيطه جدا هو اي تعدي على الغير تمام سواء في مكان عام او مكان خاص يعني التحرش ما هو تعدي تعدي على الغير سواء في مكان عام او في مكان خاص. م. سواء كان لفظي عن طريق اللي انا اقول له بالالفاظ الفاظ او ايحاء او اشاره. آه. يعني انا احيانا شباب كتير هتلاقيها على الشارع الناصيه تقول لك يا بطل يا يا, يا ايه ده؟ آه. يعني مصطلحات غريبه عن عاداتنا وتقاليدنا آه. ولكن هي مجرمه في القانون والشاب لو ما خدش باله منها بيعاقب عليه تمام؟ سواء في الاشاره يعني انا ممكن اعمل حاجه بصوتي اعمل حاجه بلساني اعمل حاجه بصباعي اعمل حاجه بايدي كل الافعال دي هي مجرمه وتعدم التحرش طب هل هي عقوبه طبعا وعقوبه مغلظه العقوبه الاول احنا يعني في الاول ما كانش القانون مدرك قبل 2006 عقوبه التحرش كان ما يسميها التعرض او فعل القتش للحياه في 2006 بدا يدرك الموقف مع ظهور السوشيال ميديا واستخدامها بدا ان نعمل ماده للتحرش في في 2014 مع تولي رئيس الجمهوريه عادل منصور اصدر القرار بقانون رقم 50 لسنه 2014 غلص فيه العقوبه بتاع التحرش وبقينا نسبح ان المتحرش ياخد بحبس لا يقل عن مده 6 شهور المتحرش المتحرش ولا وغرامه من من 3000 ل 5000 جنيه ده المتحرش ده هو بس اللي لكون ان هو مثلا يبعت لك اه كلمة. يعني أو وبعدين التحرش أو ده برضو احنا أوه. عشان الناس برضه عندها أوه. عندها سوء فهم للموضوع التحرش هو التحرش ده مش ان انا المسك مش ان انا مم. امسك ايدك مم. مش ان انا اقول لك التحرش اصبح اي كلمه أو, او اي لفظه او اي تصرف خارج عن المقروف في العادات والتقاليد المفهوم الدارج ان احنا بنقول التحرش شبيه يبقى المختصار. يبقى احنا كنا بنتكلم, بنتكلم عن جنسيه اه بالظبط في فرق بين التحرش أوه. في حاجه اسمها هتك عض هتك العرض وفي حاجة اسمها اغتصاب. يعني كل حاجة دي احنا بنقول التحرش ده جنحة، جنحة بيعاقب عليها لوحدها خالص. احنا بنخش حطك عرض ده ده جناية. ده مرحلة ثانية. دي ليفل أعلى. فاحنا اصبحنا التحرش احنا بنتكلم ده بداية، التحرش بداية. اه اللي انت انا اسف انت معدية فانا معدي جنب حضرتك فبقول لك مثال جميل ده تحرش فيها ست شهور وغرامة من ثلاث لخمسة الاف جنيه. مجرد اللفظ يعني بلاش لفظ، مجرد, بس. مجرد الإشارة بعمل لك كده. كده بس. اي طريقه بلساني بايدي أوه. اي طريقه ممكن حضرتك تفهميها مني لا انا لا اجرأ اقولها على الهواء طيب. أي أه باي هقول لحضرتك حاجه لو انا خلعت قميصي او خلعت بنطلوني في الشارع ده بيعتبر تحرش ليه؟ أه. لان في ناس شافته ومفترض ان ده ما يحصلش طيب. فاصبح ان التحرش جريمه منحه معاقب عليها قانونا من ثلاثه آه من سوري من ست شهور دي. ومن 3000 جنيه غرامه طيب. ل 5000 جنيه او كلاهما مع بعض يعني يقدر القاضي يديك غرامه ويقدر يديك حبس ويقدر يديك الاثنين طيب على حسب قوه التحرش ده لو انا بس عملت لفظ اه او قلت كلمه طيب. طيب ما تيجي بقى نطلع ليفل اعلى طب انا انا لو عندي مثلا بنت الجيران وانا اتحرشت بتحرشها اللي انا بعكسها أي. طيب لو انا أصرت على الفعل ده مره ثانيه العقوبه بتزيد بتصبح سنه وغرامة من 5 ل 10000 جنيه. ده كل ده دا تحت تحت با... كلمه تحرش لأن انا رحت النهارده آه. عملت لحضرتك محضر تحرش وانا خدت عقوبه رحت تاني يوم. آه مجرد معاكسه مجرد عجباني أوه. البنت ما زالت البنت ما زالت مثيره فانا م. رحت تاني يوم عملت قررت نفس الفعل فبالتالي العقوبه بتزيد. م. طب في حاله العوده اللي انا ارجع للجنوب ده تاني العقوبه بتزيد في حدها الادنى وحدها الاقصى. آه. بس احنا بس. عندنا الاخطر من كده. هو احنا عندنا تحرش ده ممكن يبقى صادر ما ابتزاز. زوان الابتزاز ده بقى عملي تربوي دراسي يعني من المدير أوه. للموظفه اللي عنده اشرح لنا بقى يعني انا اسف المدير الموظفه اللي عنده يعني في مدير احيانا بيبقى بيستظرف نفسه فيجي الصبح يسلم على الموظفه بتاعته فيمسك كده شويه ممكن يحط ايده على شعرها ده تحرش ده تحرش أو يبتزها إن هي مثلا عشان هتاخد ترقية معينة أو هتاخد بوزيشن معينة إن هي بتتنازل اه بتنازل على, آه على بعض ضحكة آه 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 جميلة مش مانع اللي احنا يعني آه كل ده مجرم وعقوبته في القانون سنتين سنتين سنتين, سنتين وعقوبة وغرامة من 20 ل 50 ألف جنيه آه يعني تحال سواء بقى تم ده من موظف سواء دم من, من مدير لموظف سواء دم من مدرس لطالب وده احنا شفناه كتير اه طبعا ده كان حرية أيوة طبعا الأخطر من كده بقى لو تم من الوالي في العيلة لطفل الخال لابن أخته إيه إيه الجد لحفيده أيا كان صلة القرابة بيبقى فيها تحرش طبعا طبعا أوه. طبعا دي ما أحيانا في بيبقى فيها جرائم يعني جريمة اعتداء هو اعتداء عليه عليه وعايز أقول لحضرتك حاجة التحرش ده احنا بنفرقه عن هاتك العرض بالظبط احنا التحرش أي لمس في منطقه جسم الانسان ده تحرش ده تحرش اي مكان حطيت ده على دراع حضرتك ده تحرش حطيت ده على شعر حضرتك ده تحرش وانا بسلم حضرتك إيه تطولت في يعني السلام آه في العادي اهلا وسهلا حضرتك لا انا أخذت كمان دقيقتين ثلاثه التحرش الاصعب من كده والاخطر من كده ايه؟ لو تعدى الوضع للاماكن الحساسة أو أماكن العفة أو, أو أماكن الخاصة أنا آسف يعني ده بيتحول من تحرش لهاتك عرض وده اللي هو ده بنصفات هنيجي, هنيجي نتكلم عنها بتفصيلا جميل. فالتحرش أصبح أن الظاهرة مش العملية مش متروكة على عوام لا ده محددة ومقننة أنا آسف أنت ممكن تبقى ماشي في الشارع و وتخبط في حد وتتمادى لانه هو ما خدش باله فده تحرش أوه، أوه، طب احنا بنقع في التحرش يعني احنا ممكن نعمل اخطاء بس ما كنتش قصدنا نتحرش اه ممكن أوه. تبقى راكب مواصلة ويحصل احتكاك بين الاجسام وانت مش واخد بالك وانت مش واخد بالك, بالك فخلاص ده طبيعي مش هيبقى تحرش طيب. إيه مشكله التحرش في ايه في عبء اثبات الجريمه نفسها أوه. يعني ازاي انا اثبت كلمه التحرش ازاي انا دلوقتي كلمت قابلت حضرتك كنت ماشيه جنبي فبتقولي بقول لك مساء الخير يا قمر مساء يا الخير يا وانا ما اعرفكش وانت ما تعرفنيش كتير شفتها في بنت السوشيال ميديا مسكت الولد وبتلعب تايكوندو تقريبا وتلعب بتلعب كاراتيه فكتفت الولد وضربته على الاتموت والناس اتلموا وداخله خد تلات سنين خد تلات سنين تلات سنين عشان مجرد يعني هو يعني بقول لحضرتك في في بعض المواقف كان بنت بتصور واحد بيتحرش بيها فقال لها انت بتصوريني قالت له أوه. اه قال لها طب يا ريت عشان انا عايزه اتشهر ايوه عايز اقول لحضرتك حاجه الفيديو اترفع والولد اتسجن وكان فيها قصه كبيره فاصبح م. التحرش يقدر سا... اه هو كان في الاول صعب اثباته ولكن مع وجود التكنولوجيا وان اي طفل صغير مش اي بنت مش اي ست مش اي امراه أيه. معاها موبايل تقدر تاخد, تاخد الكذب في اللحظه بالزبط. تمام مش كده وبس ما هو احنا عندنا دلوقتي بقى قوانين المحل العامه اي محل من ضمن شروط الترخيص بتاعته أنه لازم يركب كاميرات طبعا. فاصبح احنا عندنا على الاقل في نطاق المدن مغطاه, مغطاة كاميرات فانا اقدر في اي وقت آه يعني اي مكان أو أي اه اي اعمل محضري واطلب من النيابه تسريح الكاميرا هتجيب لي كل حاجه اه بالظبط كده بتفريغ الكاميرات بالزبط. فبالتالي الكاميرا هتجيب لي الواقعه فاصبح انت لبست جنحه تحرش ويا ريتها بقى تعدي على الجنحه والعقوبه اه انا اسف ده هتسجل عندك في الملف الجنائي بتاعك وهتبقى قصه طويله عريضه ده تحرش ب... باختصار يعني, حريبة... يعني اه ده ده التحرش ده تحرش طب أوه. يعني احنا عايزين بقى نعرف هل في فرق بين التحرش وال... والاغتصاب الأولن... وهتك العرض اولا هتك العرض اه هو اي فعل واعتداء على الانثى سواء من الراجل للست او من الست يعني ايه؟ يعني هو في اختلاف طبعا ما بين خالص اه في شعره كده بتفرق لك اه من في شعره آه شعر بتفرق الوضع بين يعني الاثنين كتير من الناس ويمكن معظمنا بنعرف نفتكر ان التحرش ما هو لان هو عباره عن وسيله يعني شبيه بالاغتصاب تحرش لا, لا لا خالص اه بدا بالتحرش وانتهى بالاقتصاد لا لا خالص فاحنا أحنا في عندنا كمان لازم برضو من اللي احنا نشارك فيها نقول ان التحرش قبل ما نعدي مرحله التحرش م. ان الموضوع مش مختصر لو انت ارتكبت فعل لا لو انت ساعدت على ده يعني ان اسف او استخدمت سلاح لده ده يعني أو. احيانا في بعض الشباب بيقفوا على النواصي معاهم كلاب ده تحرش ده تحرش واستخدم فيه كمان اداه اه فاصبح لو ياخد العقوبه المشدده اللي هي سنتين سنتين اه فسنتين من عمرك وغرامه من 50 من 200 20 ل 50 الف جنيه فده وضع ثاني فاصبح التحرش ده اي لمس للجسم او اي لفظ خارج الحياه او اي اشاره او اي لفظ قولي أو يعني هو لازم الجمهور يبقى فاهم ان التحرش مش مقتصر على عمليه جنسيه لا ده متعدد ما يعني اه ملوش علاقه بالجنس ممكن اي حركه او اي ممكن ملامسه او اي لفظ بالالفاظ بيبقى يعتبر عمليه تحرش بالانسان ممكن لفظ بعيد عن الجنس خالص فانت بتقول على سبيل اللي انت ايه دعابه او سبيل اللي انت بتعاكس تمام وما يحملش اي اي احاء أي إيحاء بنظرة أي يعني أنا ممكن حضرتك تبص لست معدية قدامك أو فتاة معدية قدامك فأنا حساسة ليها فتطور نظرتك ويسبب لها إحراج ده بقى بيتحضر فأصبح الموضوع يعني يا جماعة شباب خطير خطير احيانا كنا بننزل في المواسم في الاعياد تنزل ده ترزق كل في ده بيرجع للسوشيال ميديا ده بقى اللي عمل عليها فوكس انا عايز ده بقى اللي لازم نقوله بقى ان <applause> حضرتك <أدخل> وأدخل وأدخل <applause> بقى آه لازم تدخل بقى في الموضوع ده طبعا لان ده اساس كلام حضرتك يعني هي <applause> اللي عملنا المشاكل الكبيره <applause> لا لا يعني المفروض <applause> مش المفروض من السوشيال ميديا ان هي يعني يكون في اجهزه او في متابعه ان هم يتجنبوا الحاجات اللي هي بتاثر على اولادنا دائما احنا من من في التلفزيون دايما بن بنجيب الحاجات او البرامج اللي بتخص الاطفال او الاولاد يعني او طبع. المراحل المتعدده طب حضرتك بشرح لنا خليني جميل. اولا اشكر حضرتك على الاستضافه واحيي كل ام واقول لهم كل سنه وانتم طيبين واشكر الدكتور فرج على الايضاح الجميل ده بالشكل التفصيلي ده وبس انا يعني خليني اعترض مع حضرتك على جزئيه معينه وهي جزئيه ان السوشيال ميديا هي السبب ومع حضرتك طبعا ان السوشيال ميديا او التكنولوجيا هي السبب قلنا هي سبب او هي كانت في تسليط الضوء عن الواقع بالظبط خليني اكيد بالظبط هي دي حاجه مش وحشه هي حاجه هي استخدام كويس للتكنولوجيا ولا. يعني انا بدأ بس ظهر إن لنا عيب في المجتمع بالزبط. الديني بتاعنا والمجتمع الشرقي بتاعنا يعني بقيت بقيت طلع لنا خبايا احنا كنا بنشوفها بطريقه محدوده اصبحت أه. دلوقتي تطفو على السطح أه. أه. وباصبحت ظاهره يعني ده بنعاني منها كلنا هي المشكله مش معنى ان انا بدات اشوف ظاهره بدات انها تنتشر ده معناه ان السوشيال ميديا هي اللي سلطت الضوء لا, لا احنا كان زمان عندنا اكيد حضرتك عارف وحضرتك عارفه ان كان زمان كان في برضه حاجات من نفس القبيل وكانت برضه منتشره وكانت موجود اماكن معينه وحاجات معينه كانت الشباب بتستخدمها او الكلام ده كله لكن هي استخدام السوشيال ميديا هنا خلينا ناخد الجزء الايجابي بتاعها ان انا بدات اعرف ان في ظاهره وابتدي ان انا احاربها وابتدي ان انا اقف ليها وابتدي ان انا احط لها قوانين وقواعد امشي عليها لان السوشيال ميديا او مش بلاش نخصصها في السوشيال ميديا خلينا نتكلم عن التكنولوجيا بشكل التكنولوجيا عام بشكل إن التكنولوجيا عام. بشكل عام بدات او بدات تقول لي يا جماعه في حاجه هنا انا عايز يعني اخلي بالي منها التكنولوجيا هي او الانترنت هو حاجه مفتوحه او مكان مفتوح الناس كلها ما حدش يقدر يقفله وبالتالي انا بدل ما ان انا اقول ان هي سبب لا استخدمها آه بدل ما انها ظاهره استخدمها في انها حاجه لصالحي تمام طيب هي الفكره في ايه الفكره انا بدات استخدمها بشكل ايجابي ولا استخدمها بشكل سلبي استخدمها بشكل ايجابي ان انا بدات اعبر ان في ظاهره يا جماعه خلي بالكم منها يا اساتذه قانون يا دكاتره قانون يا قضاه يا جماعه الظاهره بتبتدي تنتشر لازم احط ليها معايير معينه ابتدي اشتغل عليها طيب خلينا نتكلم عن احد القضايا اللي ظهرت في موضوع التحرش ده او خلينا حضرتك بقى تفسر لنا اسمها المسمى العلمي بتاعها في المناحه القانونيه وهي الظاهره اللي حصلت وانا بشكر عليها الاستاذه اللي انا طبعا ما اعرفهاش اللي هي اكتشفت بالظبط حالة, التحرش او حاله بالظبط وحاولت توقفها فبالتالي انا استخدمت التكنولوجيا بشكل سليم ده مش تحرش بالظبط ده مش تحرش عشان دلوقتي دلوقتي لك حضرتك <applause> المصنع بتاعها ايه اه اه ده ده وقصه يعني لا تقل عقوبتها عن 15 سنه اصل هو يعني كان الظاهر انها تحرش بالظبط ولكن لا انا انا بس, بس بسمي من من وجهه نظر حضرتك بتوضح لي المصنع الصحيح بالظبط كده ولكن انا بتكلم هنا التكنولوجيا لعبت دور ايجابي بتوضح اه بتوضح ايجابيه التكنولوجيا انها في كاميرات وانا ما عنديش كاميرا ده مش بس كاميرا انا بقى عندي فيديو موجود على السوشيال ميديا يا جماعه بدا المجتمع نفسه يرفض ده انا بدات اشوف رفض المجتمع للظاهره دي مش ان انا مش ان انا يعني حابب الظاهره آه. او قابلها لا آه. انا بستخدم التكنولوجيا عشان رفض احسس المجتمع يا جماعه الموضوع ده ما ينفعش حاجه آه. مش مش ايجابيه مش ان انا اشتغل آه. عليها آه. بالظبط طب السؤال هل في تحرش الكتروني طبعا هنا بقى نبتدي ندخل طبعا. في جزء التكنولوجيا آه. 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 الفكره ونعرف آه. آه. الماده 306 من قانون العقوبات لما عرفت التحرش وحطيت عقوبته اللي احنا قلنا عليها ست شهور وسنه وسنتين وغرامات يا لك كمان سواء ده يتم على 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 الشبكات السلكيه ولا اللاسلكيه بالظبط يعني برضه موجود انا آه. في الحاله دي لازم احط انا بدات اعمل ايه؟ بدات بس احط إيه؟ قوانين واسن قوانين بشكل ان انا أماري او تابع بالحاله او المجتمع بيتغير المجتمع او العالم كله بيتغير طالع من جزء معين ورايح على اتجاه التكنولوجيا طالع من مجتمع طيب عادي ممكن. بسيط بيبتدي يتحول لتطورات بشكل تعرف مشكلة في ايه؟ فضل. المشكلة ان احنا يعني كنت ممكن تسمع عن التحرش ده وانت في الثانوي وانت يا دوب خارج بقى بقت اه كانت حاجة مثيرة آه، آه، جدا, يعني جداً على وحاجة صعبة يعني اما دلوقتي الطفل اللي عنده خمس سنين واربع سنين ما هو ممكن يتفرج على فيديو ويقرا العنوان اللي تحت او يشوف العنوان اللي تحت ويعرف ان ده فعل تحرش وان فعل ده سواء بقى هيجيب معاه بالسلب او بالايجاب ما هو ممكن يجيب معاه بالايجاب ويخليه ان هو يرضع الطفل او المراهق وما يعملوش بس هنا انا اسف بس هنا في عندي حاجه مهمه جدا هي مراقبه الاسره نفسها هنا احنا بنكلم الامهات النهارده وبقول لهم يا جماعه لازم تخلوا بالكم من اسرتكم الأسرة, الاسره نفسها يا يا و... و... يا يا الاسره, نفسها بقت تشغل الطفل بتدي الموبايل موبايل عشان يقعد ساكت وهو ده الغلط وهو ده المصيبه بالظبط يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في غرف في في ابلكيشن وتطبيقات بتنزل غرف بتتكلم في مواضيع وفيها ناس وفيها بنات وفيها كمان ابهات وامهات كتير. بموضوعات ما ينفعش ان انا اتكلم فيها وما ينفعش ان انا اديها, أديها بالزبط. بالزبط. ما ينفعش ان انا اديها انا اسف ان انا اديها فرصه انها تد... أو ان انا ادي فرصه ان حاجه زي كده تطلع وتستمر مش عارف ينفع اقول المسمى ولا لا بس في بي... طب هل يعني. في فعلا يعني تطبيقات بتعمل حظر للمناطق في ابلكيشن في حاجات هنجيلها يعني. اه بالظبط كده وإن آه. وكمان نتابع ونمونيتور نشوف نراقب الطفل ده دخل على ايه واستخدم ايه وعمل ايه والكلام ده كله خلال يعني بيبقى في المفروض في حاجات زي كده المشكله آه ان انا بقت عندنا شكوى من اباء كتير آه يعني او اصدقاء يقول لك انا الولد ما مش عارف اقعد معاه في البيت يعني حتى وهو موجود في البيت ب 10 ساعات بال 15 ساعه هو ممدد حاطط سماعات وماسك الموبايل او الايباد خلينا نشوف هي بقى دي ف... بقى الظاهره لجميع هنا بقى المشكله اللي يعني خلينا بلاش نسيب التكنولوجيا بشكل آه كامل مطلق. للطفل آه بالظبط آه. لازم اتابعه واخليه اعرفه هتستخدم ايه من التكنولوجيا ووقتك المحدد عليها قد ايه يعني مثلا خليني اطلع شويه معلش بره التحرش فضل. فضل. عشان انا بتكلم في موضوع التكنولوجيا م. لسه شايفين الفتره اليومين اللي فاتوا ان في طفله صغيره شنقت نفسها مم. ليه بسبب لعبه, بلعبة. طبيب انا هنا سبت الطفل وسبت حياته كلها ان حاجه توجهه برضو حاجة. توجهه ده برده حاجه مش مش ايجابيه فرحين فرحانين بالاولاد ان هم اسكين لعبه آه. وبيشغل وقته وخلصوا بعيد عنه بس كل مشكله هو بعيد عنه حقيقة. دلوقتي بيسبب له امراض وتوحد وبيعمل له بيكون شخصيته وبيكون ثقافته وبيكون معتقداته بالفعل هو الموبايل على قد ما هو ليه فايده عليه وليه ضرر اكيد هو بيشغل حتى عمليه التواصل الاجتماعي ما بقتش موجوده دلوقتي يعني احنا ممكن في في الاسره وكان كل واحد ماسك الموبايل وعمال يتكلم ويبيع طيب واحنا قاعدين كمجموعه، طب فين التواصل؟ فين الكلمه اللي احنا ممكن نتكلم مع بعض ما بقتش موجوده دلوقتي؟ احنا فقدنا الروح اه فقدنا روح الاسره بالظبط كده بسبب التكنولوجيا كدا. ده عامل آه. سلبي ولكن في عوامل ايجابيه، يبقى احنا ندور ازاي نستخدم العوامل الايجابيه لازم نبحث العوامل عن العوامل الايجابيه ونبعد عن العوامل السلبيه بس هو السؤال ف... هو احنا عندنا ثقافه التعامل الايجابي ونبعد عن السلبي ولا احنا بندور على السلبي وننميه ونعرف هو بيعمل ايه ويقول لك انا حريص مش هقع فيه بس انا بقى عندي خلفيه اللي انا عرفته للاسف احنا احنا يمكن لسه شويه محتاجين توعيه بشكل كبير جدا لأن احنا احنا عارف حضرتك احنا اللي حصل إيه احنا طلعنا من لا تكنولوجي الا تكنولوجي أوه. أوه. فما احناش عارفين بالظبط احنا حد محبوس دايما في البيت متدرب له خلاص انت خلاص كده كبرت بالظبط ودخلت الجامعه فاطلع المجتمع واطلع للشارع فوضع يطلع للشارع يتخبط هو مش عارف مش عارف, عارف, عارف الصح والغلط ومناظر واشكال و... وفيديوهات وصور وتطبيقات و... حاجات بقى قدامه هو مش عارف يجيب اخرها هو عمال يتطلع يعني عمال كل حاجه بقى كده يا دكتور هي المشكله في ايه ان احيانا الفعل اللي احنا بنقول عليه بسيط دوت بيبقى يضيع مستقبل طالب بالظبط فعلا هو انا متحبس دلوقتي طالب عنده ست شهور طيب هو الراجل الكبير المحترم اللي القضيه الشهيره بتاع المعادي آه لو انا بقى قلت بقى لحضرتك حكيت الواقعه دي لحضرتك قبل ما تتم كنت هتصدقيها؟ لا طبعا كنت طب أب... انا لو جبت الشخص ده وعرفتك عليه كنت هتبقى انطباعك عنه ايه؟ هبقى مبهوره بيه شخصيه ممتازه شخصية, وآه عمّة شخصية عمّة و... متعلمة ومتعلمة ومتعلمة ولها و... رونق ولها أو وضعها الاجتماعي تعرفي بقى ان الشخصيه المتعلمه المتعلمه المثقفه الجميله دي يعني انا اسف ارتكبت فعل هتضيع من عمره لا يقل من 7 ل 15 سنه لانه هو ما اصبحش تحرش اصبح اعتداء عرض هو هاتكي العرض ده زي ما احنا كنا هنتكلم عليه تباعا هو الاعلى الشعره بين التحرش وبين هاتك العرض احنا قلنا التحرش ده مجرد يعني لمس اي عضو هم لولا يعني الكاميرات اللي تبع أيوة التكنولوجيا بالزبط. هي بالزبط. اللي افادتنا طب. بموضوع إيجابيتها اه يعني بالزبط. دي الايجابيه اللي, أنا اللي هي ايجابيه بس انا والله شايف ان هي مش ايجابيه ليه لي بقى لان هي هدت عندي قيم ومبادئ وصوره جميله للمجتمع بتاعنا فقضيتنا الثقه بالعكس يا دكتور لا لا لا, لا. بالعكس يعني انا فاهمه الدكتور بيقصد ايه ان هو يعني الشخصيه ان الشخصيه ليها انا ايوه هي هزت بحي بالنسبه لي يعني يعني حقيقيه بس هي, حقيقي. أو. أو. هي حقيقيه ولازم تتعالج ولازم تصلي عليها الضوء بس من كتر صدمتك فيها من كتر صدمتك فيها انت مش عايز تشوفها ودي مش عايز اعرفها ودي الايجابيه اللي انا قصدي عليها اولا دي الإيجابية. اولا ان انا كشخص اتصدمت في حاجه زي كده فبالتالي انا مش عايزها ومش عايز اشوفها في مجتمعي بالزبط تاني بالزبط. دي حاجه الحاجه الثانيه وكمان انها صدره من شخصيه إزبات. لا من بالزبط. شخصيه مرموقه يعني شخصيه, متعلمه وثقافه يتز... ازاي يبقى حد عنده الثقافه دي والعلم طيب. ده ويتصدر منه حاجه زي كده ده بتهز المجتمع بس ناخد الجزء الايجابي انها اصبحت اثبات ودليل ادانه على الشخصيه دي والا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان انا لو كنت حاولت ان انا احكي القصه دي واقول يا جماعه مش ده حصل ما كنتش هتاكد طب انا بالظبط نعم. انا حضرتك قلت انا استفدت من اللوم انا لو جبت الموضوع نفسه حد قال لي عليه انا مش هصدق بس مش انا استفدت اه فضل. انا اسف يعني هو اكيد ده مش اول مره لان ربنا ما بيفضحش من اول مره بالظبط دي آه. بالظبط المقوله آه. دي, آه. آه. دي كانت آه. جميلة دي اه ده وكل اجمعنا بالظبط انا اسف يعني فهو هو دخل بالتحرش خد المشكله ده وقع في مشكله كبيره جدا ان هو انا الله يكون في عونه او وربنا يسامحه اللي هو عمله ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان التحرش هو لمس م. اي جسم أي. او اي جزء من الجسم ما عدا العوره ما عدا العوره ده بقى الشعر اللي فاصله بين طبعا. التحرش بين التحرش وهدك العرض هدك العرض ايه بقى اي تلامس لعوره الشخص اي تلامس لعوره لعوره الغير ومت... وهاتك العرض ده مش بيقع من راجل على ست ده بيقع من, من ست, ست على, رجل. على الرجل. ومن الراجل لراجل ومن راجل لطفل ايا كان فهدك العرض ده ان انا الشعره الوحيده الفعل تم خلاص انا ما لمستوش دلوقتي ما لمستش شعره ما لمستش ايده لا ده انا انتقلت الليفل اللي بعده اللي هي الشعره اللي بتفصلني اللي انا لمست موضع عورته عورته, عورته فبالتالي أصلاً. ده بيخش عقوبتها كام يا سيدي الفاضل؟ عقوبتها من ثلاث سنين لسبع سنين سجن جن جنايه بتكيف على انها جنايه مش جنحه. طيب تعالى بقى نبص للحاله بتاع المعادي والمصيبه السوداء اللي هو وقع فيها. لانها متصوره متصوره ايوه وهي باينه تحت المحرمه بزعب لو 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 المبنى عليه اقل من 18 سنه بياخد العقوبه الاشد مش من ثلاثه لسبعه على السجن ده بياخد العقوبه الاشغال الشقه المؤقته اللي هتوصل ل 15 سنه طب ازاي؟ طب ما ده هو لسه سنه صغير ده احنا انا هقول لحضرتك اهو احنا بنتكلم آه في 18 طب آه لو سنه اقل من 12 اه ياخد العيار ياخد له بقى الاشغال الشقه المؤبده <applause> طب ازاي تمام كده ان البنت اقل من 12 اقل من, <applause> من 12 سنه من 12 آه طيب لو ده تم زي ما قلنا من حد له صفه سواء <applause> بقى ده من موظف أيوة. او ليه شأن يعني في بالزرق. المجتمع من موظف لموظف آه من مدير لموظف من مدرس لطالب <applause> من آه انا اسف اي ابتزاز او اي ده بيتم بالضغط او تحت التهديد ده بيعتبر بياخد اقصى عقوبه ليها <applause> والمشكله ان دي جنايه يعني طب جناية هو من المنتظر ياخد عقوبه قد ايه والله آه على حسب تخلص التحقيقات هو دلوقتي احنا طلعنا من التحرش خلاص لانه ما لمس هو دلوقتي لمس عوره البنت يعني هو ما كانش تحرش ده وصل لا يا فندم هو مش تحرش هو مش كيف تحرش هو هيتكيف هي اه يعني هاتك عرض ولما اقول لحضرتك ايه الاختصاب هتعرفي الفرق بين الثلاثه هاتك العرض هو ملامسه الاماكن العوره هو عملها كده والفيديو جايبه بزارة فاصبح بزارة. دلوقتي احنا بنتكلم في ايه عقوبته هت... من 3 ل 7 اللي هي هاتك العرض هاتك العرض طب هو هو ده شخص بالغ 18 سنه يبقى كان نيته أيوة, ايوه دي بقى ده بقى تجديد للعقوبه دي لل ده هيكون تجديد للعقوبه فهيطلع لليفل الاعلى اللي هو الاختصاب 18 لا, لا الاختصاب ده حاجه تانية هقول لحضرتك عليها وليها ليها معطيات تانية وما بتتمش بين زي ما احنا قلنا بين راجل بين راجل وخدي بال حضرتك كمان هاتك العرض لازم يضم يبقى اختصاب يعني يبقى مجبر المجنى عليها او اجبرت على ده أوه. والطفله اجبرت هي متق... مش عارفه حاجه سواء مش... أنا اجبرت ولا ما اجبرتش هي أوه. مش مدركه هي مش مدركه ايوه مش عارفه آه. آه. التكليف أوه. بتاع الاجبار واصبحت هي خلاص أوه. وقع عليها العقوبه التشديد اه فهي المشكلة خطيرة مشكلة خطيرة الراجل ده يعني انا بس عايز اسأل أمبيرة. على عقوبة المتحرش او اللي بيحتك الشخص نفسه بقى اه الشخص نفسه اذا كان سنه سنه بتفرق في العقوبة ولا لا طبعا سنه هو شخصيا مش سن الـ الـ الطفلة انت أو أنت قصدي حضرتك المتهم آه المتهم نفسه يعني يعني بتختلف لو كان, كان لو لو المتحرش أو المختص ده سن 18 سنة أقل من 18 أو أقل من 18 ياخد العقوبة دي هي نفس العقوبة ولكن بدل ما هو ياخد الظرف المشدد المحكمة ممكن العقوبه الاساسيه بتاع او تعمل له ايداع لاحد يعني الدور الرعايه بالظبط انا ده شفناه آه في بعض حالات كتير. اه بنقراها بنشوفها بس الطفل هنا احيانا على حسب ما اتذكر ان هو ما بياخدش العقوبات الحضرة. دي اعتقد الموضوع برضو احنا احنا اه هو اخطا وهو يستحق لو استوجب العقاب آه. ولكن انا برضو بلوم على بلوم على اهل الفتاه نفسها ما هو دي طفله السن ده مش السن اللي انا اشغلها وده مجرم قانون اللي انا اشغل الطفل آه. يعني انا اسف ده سن دلوقتي تربيه سن تعليم سن رعايه حتى لو كان الظروف ما تسمحش ما حاولش يستغل الطفل ده يعني بس دي حاجه تانيه دكتور يا... مش مهندس هو بالفعل ان احنا السن الصغير ده اي نعم من الصعب ان احنا نقول له المفروض ما يحصلش كذا يعني بعض الاشكال او الالفاظ او اللي احنا بنتكلم فيها بيبقى صعب ان احنا نتكلمها مع اطفالنا الصغيرين لكن هي ليها هو فعلا سهل بالفعل هي, هي ف... ليها هي ليها اسلوب توازن بين تعليم معين إيه؟ يعني الطفل طبعا في مراحله السنيه لازم بيبقى ليها اساليب تعليم مختلفه زي ما هو بيبقى لسه طفل عن ان هو بيبقى في مرحله المراهقه او الشباب لازم ان انا اتعامل معاه باساليب تعليميه معينه اتفاقيه العمل الدوليه تشغيل الاطفال ببساطه جدا تمام انا مع حضرتك انا بالك. مع حضرتك بس انا وبتعاقب بتكلم في بتعاقب مفترض ان هي بتعاقب اب والد الأب. المسؤول عن الفت... عن الطفل اللي ولكن موجود حضرتك, حضرتك انا يا دكتور بتتكلم عن اسره فقيره ما عندهاش من العلم والوعي آه اللي, اللي تقدر وعي. انا انا فاهم حضرتك, حضرتك. أنا, انا مش بتكلم ده احنا م... وده م... وده بنحاول أنا... ننبه انا عايز اقطع بس ده موجود منتشر كتير في مصر يعني مش لما لسه في أسر كتيرة يعني بالزبط. على نفس النهج دوت يعني احنا احنا بنحاول نقول ايه؟ اه انا مراعي ظروفك والله يكون في عونك ودي مسؤوليتك ومسؤولية الدولة ان هي تدعمك والدولة هي بتعمله دلوقتي بشكل او باخر هو المفروض كمان يبقى, يبقى في يعني المفروض كمان يدرس, حاجات يدرس في المدارس في البداية يعني اه وتوعية المجتمع المدني المجتمع عندنا لازم يبقى فيه توعية في المدارس على الموضوع دوت ويبقى ده تعتبر ثقافة مش غلط المشكلة المشكلة ان البنت أصلا في مدرسة وبتدرس ايوه متخيل يعني هي بتدرس في مدرسة آه أهلها زي ما حضرتك بتقول إن هم عليهم عيب وعليهم مشاكل وعليهم حاجات كتير وبس ما عندهمش الوعي الكافي لأساليب التعليم المختلفة المالية إنهم يتكلموا ولكن آه. ولكن في في نوعين هنا معلش أنا شوية بطلع بره لا, مقر... لا, لا, لا عشان الموضوع كبير ما هو أيوة مقتصر على الكلام ده طيب إحنا للأسف في عندنا فئة معينة بتبتدي إنها تتعامل بأسلوب التسول أي. ماشي اصبحت ف... مهنه واصبحت مهنه بالظبط خلينا نفرق ما بين دول ودول في ناس فعلا محتاجه للشغل ومحتاجه انها تشتغل وفي ناس تانية بقت تستخدم الكلام ده باسلوب مهنه وانتشرت كتيرة جدا وبقت على و... و... ده مدى مدى واسع جدا فرق اقول لحضرتك بالزبط. اقول لحضرتك انت تفرقهم وتعرف تعرف توصل لحقيقتهم ما هو الـ 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 الاب او الست اللي بيطلعوا عشان بيتسولوا لاحتياجاتهم الماليه ما بيستغلش اطفاله بيحاول هو هو بيعمل ده عشان يقدر يلبي متطلبات اطفاله ده حقيقي أوه. اما اللي انت بتشوفه اللي قاعد على السلم المترو جايب كراسه وقاعد بيكتب او جايب علبه مناديل وقاعد او اللي ماشي انا اسف هو بياخد عاطفتك كبني ادم حقيقي. عشان, عشان تت... انت ب... يعني هتبقى ضعيف قدام طفل صغير بيعمل الافعال دي فبالتالي بتطلع وتديله لانه لو عمل الكبير الفعل ده هو مش هيلاقي استجابه من فبالتالي بيحاول يستخدم كل الكروت الممكنه سواء بقى ابنه سواء زوجته سواء اي حد ان هو في الاخر عايز كم مالي ما اما اللي بيتسول ده عشان يربى اولاده هو بيعمله دوت وبيحاول يدور على شغله وبيحاول يعمله ومش بيتسول بتلاقيه جايب حبه بضاعه صغيره واقف في مكان بيبيعهم اه هو بيكلمك هو بيبيعه ان هو ايه ان يخليك تستعطف لما هي 8 5 قروش تدوا له 10 قروش بس تبقى انت راضي عن ايه ان هو بيحاول يبذل مجهود عشان يلاقي ايه مقابل مقابل بص يا دكتور كلام حضرتك مظبوط جدا ولكن في حاجه احنا عارفينها وتعلمناها من زمان في حاجه اسمها عفه النفس ان انا لو محتاج مش هاجي اقول انا محتاج وطبعا انا هنزل وهدور على شغل وشغل مهما كانت الاعاقه عندي, لو عندي اعاقه فبالتالي لا انا لو محتاج مش هنزل اقول انا محتاج واقف في مكان وابتدي ان انا مد ايدي لا انا لو عايز اشتغل هنزل ادور على اي شغل أو اي وظيفه وفي ناس كتير قوي بتساعد ناس فعلا محتاجه وناس فعلا عايزه بتتوصل. تشتغل بالظبط عشان هم محتاجين مهما كان اللي عنده ولكن التسول هنا بقى مهنه بس السؤال بالزبط. هنا كمان هل استخدامي للتسول هنا هو استخدام الو معانا مداخلة اه سوري انا اسف من اسوان الو بغربة أحب... من اسوان الو 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 بغربة من اسوان ممكن أهل. اعمل مداخلة ممكن ممكن لو سمحتي اسال اتفضلي حضرتك اتفضلي يا ريت ح... يا ريت حضرتك يعني يكون فيه في برضه تغطيس في العقوبة على الناس اللي بالشهر والشنة على الناس بالباطل والزور والبهتان حضرتك انا ابتليت من 10 سنين واحدة ست بتاجر في على النت وبتجمع فلوس وتعمل لنفسها سمعة آه. حضرتك بالباطل بسبب إن انا اشتكيت مجموعه ارهابيين كانوا جايباهم عندها حضرتك من ساعتها يلموا الحقد والفسد من كل مكان ويشهروا ويشنعوا بالباطل والزور فانا انا بستغيث بالسيد الرئيس ضد هذه السيده اللي هي صاحبه جمعيه الخلفاء الراشدين في 2011 تمام دي هي وجوزها حضرتك شكرا يا فندم حاضر طيب هو خل... خليني اه يعني آه مش عارف اتكلم عن الموضوع لو انت فتحت لو انت فتحت الموضوع لو إيه؟ انت فتحت المكالمات لمشاكل الناس اللي في نفس نطاق الحديث انا عايز اقول لحضرتك يعني انت مش هتلاحق على كم المشاكل وكلها بتصب في دايره واحده ان انا بحاول كل واحد بيحاول بي ياخد ما لا يملكه بالظبط باي طريقه كانت واي ان هو ايه اصبحنا الفهلوه والنصحة هي سمه العصر حاي خليني بس انا اسف ان انا اقطعك بس خليني اكمل الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها وهي اصلا هي نقطه مهمه جدا وهي ان انا هل استخدام التسول دلوقتي بقى هو استخدام لكل اشكال او اي اشكال مختلفه عشان ابتدي ان انا اجيب فلوس؟ هل هو استخدام للاطفال دي باي شكل وباي طريقه زي اللي قد نكون شفناها هل ده يعني انا مش عايز اقول ان ده كان يعني مش عايز اسميه ان هو كان استخدام للتسول في حاجه زي كده عشان اجيب فلوس او ان ده هيديني فلوس او هيديني عائد؟ يعني يا ريت الناحيه القانونيه لاستخدام مصفن. الاطفال في حاجه زي كده في عمليه التسول يعني, يعني؟ مش بس مش بس التسول هي كمان في استخدام الايحاءات وفي استخدام الكلام اللي قد يؤدي الى التحرش او يؤدي الى هو احنا احنا الطفل دوت احنا يعني ما نقدرش نلوم عليه لانه مش مكلف لان حتى ربنا نفسه طبعاً. ما كلفوش هو لسان معين هيتكلف عند ربنا يعني لما تيجي تي يعني حتى الصلاه اللي هو الفرض ربنا يقولك آه. عليهم في سبعه مضروبهم في عشر. فاصبح آه. ان الطفل دوت هو مش مدرك يعني انا انا بستغل حاجته فبشوف البنت عندها حرمان فمجرد ما طلع لها شوكولاته ب 5 جنيه او ب 10 جنيه آه. تعالى حبيب يا حبيبتي ورايا فهتيجي حبيبتي ورايا انا هنا انا اسف انا هنا مش بتكلم على المتحرش انا بتكلم على اللي استخدموا الاطفال دي في حاجه زي كده كل ده مجرم ومجرم في الاتفاقيات الدولية احنا منضمين إليها أكيد. يعني شغل الأطفال ده وقانون الطفل عندنا قانون الطفل هنا محترم بيجرم ده وبيعاقب ولي الأمر اللي بيحاول يعمل ده بس هو المشكلة في إيه؟ هنقول إيه؟ وعي المواطن والإنفاذ أكيد. أكيد. ها أه؟ وبعدين عشان تعمل بقى تعمل تغطيه لاطفال الشوارع وتعمل سيطره على على الكم الهائل من الاطفال اللي موجوده في الشارع سواء بتبيع مناديل او سواء بتبيع اي حاجه او سواء بتتسول او سواء ده بس عايز بقى بس احيانا من اللي هم بيبيعوا بعض الحاجات اللي بيكون جانب عمل وشغل ويعني بيبقى فعلا بيطلع منهم نبغة ده حقيقة دي حقايق موسفا مش كل اللي أمر. بيبيع بيبقى أمر. متسول لا خالص اطلاقا كده اه طبعا آه. بس انا بقول لك ايه انا ولي امر وحريص على مستقبل أولادي أحاول أن أبذل أقصى مجهود اللي أنا ما انزلهمش الشارع طبعا. طب أنا خلاص بقى عنده ظروف صحية قهرية وانا كولي امر مش قادر اكفي الوضع المالي في اسرتي فبحاول استعين بصغاري ولكن انا حتى وانا بستعين بيهم بيبقى هم تحت عيني او جنب عيني او بيساعدوني بالزبط. او في نفس الاريا اللي احنا موجودين فيها خلاف كده ما زي حضرتك زي ما حضرتك بتقول بفعل زي اللي هو شاب فريسكا اللي هو في اسكندريه آه اللي هو حصل على الدور آه دخل الطب كلنا يعني. كلنا اشتغلنا في مراحل آه. عمريه كده وكان تابع لباباه واجتهد لحد ما وصل ف... للمرحله ديت يعني ملهاش علاقه ملهاش علاقه, منهاش علاقة بس انا اسف يعني حتى لو انا كنت بشتغل في مرحله عمريه مبكره كان والدتي او والدي بيعرف انا رايح فين بشتغل فين اجي الساعه كام بيبقى في متابعه مين صحابي بالظبط ايه الموبايل اللي انت ماسكه ده حتى الولد اللي عندك ايه الموبايل اللي انت ماسكه طب وريني ده انت حاطط صورك فين مم. طب وريني انت بتصاحبك بتعمل شات مع مين مم. كل ده خلينا انا خلينا نقول برضو جزئيه التربيه شفت حضرتك اللي هو شاب الفريسكا بقى الفريسكا ده شاب شوف الادب والاحترام أيوة. مش 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 طيب طيب. طيب. هو 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 بقيه الاسره كلها ولكن هو برضه كل الناس كل الناس تعاطفت معاه فبالتالي هنا جت منين؟ جت من التربيه الاب نفسه مع انه كان محتاج حضرتك بس نزل واشتغل ما فرقتش من حاجتين ده بيشتغل وبيشيل اللي على كتفه على الشط رايح جاي بالزبط. ده مش, مش متسول او, أو بيديك طب اقول لحضرتك انا مره كنت ماشي في في الدقي تمام فعلى الكوبري اللي قبل الاوبرا لقيت طفلين بيتخانقوا مع بعض وماسكين بعض وبيضربوا والناس رايحه جايه ولا في حاجه فالطبيعي انا وقفت ايه يا ابني بسيب سيبه سيبه قال لي واخد منه 10 جنيه قلت اتفضل 10 جنيه وامشي وامشي حاجة بيجري حاجه عليا يقول لي استاذ يا استاذ قلت له نعم يا فندم امورني قال لي على فكره ده بيضربوا بعض بقالهم ساعتين ده هم بيعملوا النمره دي انا كمان ادم طبيعي انت عمال إن المشكله أوه. دي مش مستاهل ان تضربوا بعض وتبهدلوا بعض في الشارع على 10 جنيه فخد يا ابني ال 10 جنيه وامشي هو ده من 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 ابداعات ان ازاي اطلع من جيب المواطن فلوس فنرجع بقى <applause> للاختصاب عشان الحاله <حلقة> تخلص قبل <applause> ما نكمله فاحنا زي ما قلنا التحرش هو لمس جسم بعيدا عن منطقة العوره ونقولنا هاتك العرض ان انا الامس منطقه العوره دي بتبقى هاتك العرض ودي فيها توصل عقوباتها لحد الاشغال المؤبده طيب, طيب. اذكر فيك بس بسؤال في عشان حتة بس تجاوب في حته مهمه فضل. بس انا عايزه فضل. قبل ما الوقت بيجري خلي بالكم أكيد. عايزه اسال سؤال فضل. احنا ازاي نحافظ على البيانات بتاعتنا طيب وده اهم حاجه عندنا اوكي طيب أوه. خلينا اسال برضو الدكتور أه هترجع الوقت تجاوب بيجري. عليها دلوقتي بيجري دلوقتي وقت صغير عايز اهم حاجه تقول لي طيب احنا عندنا البيانات هي البيانات هي ايه؟ هي بياناتي الشخصيه اسمي أوه. وعنواني وتفاصيل حياتي والكلام ده كله وصوري والكلام ده كله اي حاجه موجوده ان هو بيتسرق الفيس وبيتسرق الحاجات دي كلها احنا عايزين نعرف بالزبط. نحافظ ازاي عليها احنا نحافظ عليها ازاي؟ ان احنا اولا طبعا لازم نستخدم كلمات مرور بشكل قوي بشكل مش اي مش أي كلمه مرور بتخترق باستخدام حاجات تانية بقى زي آه. مثلا انا ابعت لحضرتك لينك بيقول لحضرتك اتفرجي على الاغنيه دي تدخلي آه. على اللينك وحضرتك مش عارفاه فتبتدي هنا بياناتك اتخذت آه. او ده. بداتي اه او ان انا ابعت لك لينك اقول لك ادخلي يقول لك طب انا هدخل على الفيسبوك اكتبي لي اليوزر نيم والباسورد بتبقى صفحه اصلا مش حقيقيه ولا تابعه للفيسبوك بس صراحة. هي شبهها تمام آه. فبتفتحي لازم انا اولا مش اي لينك ادخل عليه مش مش, مش اي صديق اقبله مش اي حاجه ابتدي مش زي مش اي تطبيق ابتدي ان انا استخدمه او انزله سواء على الفيسبوك مش أي صفحة ما اعرفهاش تعمل عليه بالظبط كده آه فمش اي تطبيق ابتدي ان انا انزله سواء على الفيسبوك تطبيقات الفيسبوك وهي الالعاب واشوف هنا هيطلع لك ايه او شكلك هيبقى عامل ازاي على على الموبايل والكلام ده كله أوه. هنا ده ما بلاش ان انا استخدم الحاجات دي بشكل مفرط فيه او بشكل مش معروف يعني احافظ على على كل استخداماتي للموبايل بالظبط ما الاقيش شبكه واي فاي مفتوحه وادخل عليها كده وخلاص لان دي هتبتدي تسحب بيانات خلينا نتكلم عن حاجه وهو احد التطبيقات اللي نزلت الفتره الاخيره وهو اللي بيتكلم عن تحريك الصور ايوه ده ده مشكله كبيره بس بس لسه حصل آه عليها دلوقتي وهنا التطبيق ده في في, ظاهره ان هو حاجه كويسه لا ولكن هو بيستخدم الصور الخاصه بال هو, اللي هو شعر البشر ويلعب هو على هو بيختص على ويحاول هي. وده هيعمل عزلة عند بعض الناس لان في ناس بتفقد ابوها وامها وتفقد حد عزيز عليه فبالتالي بتخرج من واقع الحقيقي ان هو توفاه الله وخلاص بقى مش موجود على دنيتنا احنا <applause> بدانا ان هو يخش اوضته ويبدا يتعامل معاه على ان هو حي وبيحكي له مشاكله وبيستنى رد منه وشويه التطبيق ده هيعمل هيخليه لك يتكلم, يتكلم. بالفعل يرد عليك واستغل حاجتك وشويه شويه ممكن يستغل يعني. بس ده احساس جميل ان انت تحس برضو ان المتوفي ان هو في الارض لا. لا يعني ان هو كأنه في الارض لا لا, لا, لا الله. في الارض خلاص في حرمه للموت ما هي حرمه الموت خلينا اتكلم من ناحيه التكنولوجيا ماليش دعوه بالتكنولوجيا ولا <applause> الانسان <applause> <applause> اتكلم بالانسان <أنا أنا> ولا <applause> اتكلمنا على مشاعر اتكلمنا على احساس اتكلمنا عن ديني التكنولوجيا يعني هو ده ليه سلبياته يعني هو ليه سلبي هو كله سلبي من وجهه نظري من وجهه نظر حضرتك سلبي من وجهه نظر حضرتك اتكلم من طيب ناحيه طيب التكنولوجيا طيب لا هو في جزء سلبي وفي جزء ايجابي لا في الاثنين في جزء السلبي 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 ان انا ببتدي فعلا العب على المشاعر وابتدي ان انا لو في ناس مش هتقدر لا ايجابياته ان انا بدات اتعامل مع الشخصيه نفسها انا بالظبط فكره الذكاء الاصطناعي انا ازاي اتعامل مع صوره كانت المفروض انها راحت من من خيالي او كان ال... هارجع خلال... مع... سيستم... انا بس انا بس هارجع عليك عشان انا بس, بس. بس. معترض انا انا عليك مش كل تكنولوجيا تناسب <applause> <من> المجتمع المتقدم, <applause> المتقدم تناسبنا كمسلمين بس هي احنا بنتكلم مجتمع شركي دكتور لا دكتور احنا بنتكلم اساءتها في حاجه واحده يعني امور اساءتها ممكن عشان خاطر الحاله المتوفيه وسيبت على المشاعر لكن احنا ممكن في اساءه ثانيه ممكن تكون الصراحه حد ياخدها ويغير المشار بس هقول لحضرتك سؤال لا لا مش, مش لك انا جالي سؤال يعني في حد يعني تعليمه المتوسط او تعليمه مش قد طيب. كده فبيسال سؤال <applause> هو انا ممكن اسال بابا على اي حاجه قديمه هي دي هو ده السؤال بتاعي هو هل هيتم بيعنا بعد وفاتنا ايوه آه. متخيل السؤال ده هل هيتم بيعنا طيب. لما الذكاء الاصطناعي لما الذكاء الاصطناعي يعمل التطبيق يعمل أوه. تطبيق ويجيب و... صفحه المتوفي حي... ويجيب لك <applause> يجيب لك ذكريات ش... فيقول لك اه ممكن <applause> تكلمه ممكن البنامج تتكلم معاه وقت البرنامج جري شفت بقى وقت البرنامج جري ازاي احنا ما قلناش الليفل الثالث لسه ما قلناش الليفل الثالث ولا اتكلمنا على حاجات كثيره جدا تبع التكنولوجيا الحلقه القادمه هنكمل عليها طبعا انا بشكركم جدا لان حلقه جميله جدا وجرت مني بسرعه شكراً شكراً اشكر لسه. الدكتور طبعا فرج <applause> والدكتور محمود جدا وان شاء الله لنا شكراً. حلقه تانية هنكمل فيها التكنولوجيا وتطورها والجريمه الالكترونيه وحاجات كثيره جدا ان شاء الله الحلقه القادمه واشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله تصبحوا على خير